السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الجميع، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم الموندو دي كريمة غلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تنظيف شامبينيون او الفقيع او عش الغراب، كل واحد تسميه يعني على حسب البلد ديالو. غادي نقيوه وغادي يعني ننظفوه، وغادي نوريكم حتى طريقة التقطيع ديالو وحتى طريقة التخزين. خليكم معايا حتى لتتمة الفيديو. كي نعاود يعني طريقة أخرى باش نصوبو لي شامبينيون بلا ما كنزولو هاد الراس ديالو على القطعة الأخرى، كنعملو غير فحال ما هكذا فقط. ومن بالنسبة للتقطيع ديالو تيبقى الشكل ديالو جميل، كيتقطع فحال ما هكا وكنحتافظو على الشكل ديالو، كيبقى على هذا الشكل.